ما هي آخر المستجدات لسير المعركة في الجبهة الشرقية للمدينة؟ وما هي المواقع التي تم السيطرة عليها حتى الآن؟ أهلا وسهلا بكم إخوة في قناة ذي القيس الأخوات وكذلك الإخوة المشاهدين. نحن منذ 3 أيام وتعز تنهال عليها القذائف والهوزرات ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة من قبل الميليشيات الانقلابية المتمردة على أبناء وأطفال ونساء مدينة تعز. منذ ذلك اليوم كان لابد لهذه الدماء الزكية الطاهرة من أطفال ونساء ورجال تعز أن ينتقم لها، أن يثار لهذه الدماء وأن يتم تحرير ما تبقى من مواقع تحت سيطرة هذه الميليشيات التي تذيق المدنيين وتذيق الناس في هذه المدينة الصابرة المحتسبة لسنتين وأكثر، أن تريهم شيئا مما أذاقوه. فكان قام القطاع الثاني باللواء 22 من الجيش الوطني بهذه العملية اللي هي كرد فعل طبيعي وحق طبيعي لأبناء المقاومة تجاه حاضنتهم وبيئتهم ومنطقتهم مدينة تعز الثابتة المساندة لهم. فتم تحرير أكثر من منطقة، تم تحرير المبنى البنك المركزي الجديد الذي يقع بجوار مبنى معسكر التشريفات. قبل قليل تم تطهير كلية الطب ورئاسة جامعة تعز سابقا، تم تحريرها بالكامل. يفصلون عن القصر الجمهوري الآن مبنى مدرسة عمار فقط ومعسكر التشريفات، كلاهما إن شاء الله في الطريق بإذن الله تعالى إن تيسر اليوم بحسب الإمكانات المتاحة لدينا. نعم سيادة العقيد، بما هذه المواقع التي تم تحريرها، ما هي الأهمية الاستراتيجية لها في سير المعركة؟ وأيضا هل ستتواصل هذه المعركة لتحقق أهدافها؟ أهمية هذه المواقع أختي الكريمة أن هذا البنك المركزي، إذا شاهدتم الصور التي تم بثها اليوم عبر وسائل الإعلام، هو بمثابة معسكر كبير. كان من خلال هذا المعسكر يتم تدمير وقتل وقنص أبناء المدينة المدنيين والمقاومين منهم على حد سواء. كان هذا المبنى بمثابة شبه معسكر كبير، لكن الاسم بنك مركزي. أيضا كلية الطب كانت سكنة عسكرية غير عادية، اليوم بفضل الله ثم بالدماء الطاهرة ثم بالتضحيات الكبيرة لأبطال الجيش الوطني باللواء 22 في القطاع الثاني تم تحرير هذه المواقع. فأهميتها أهمية كبيرة جدا. اليوم العدو يندحر، العدو يهرب من هذه المواقع، لم يتبقى إلا المواقع القليلة. لدينا مباني يعني مواقع نحن في الطريق إليها بحسب الإمكانات المتاحة. إن تيسرت الإمكانات لنا نحن إن شاء الله سنبذل كل جهدنا. الأبطال في الجيش كلهم في شوق لتحرير المدينة تحرير كامل وخاصة في الجانب الشرقي. نعم، بالتالي ما هي حصيلة الخسائر الناتجة عن هذه المعارك وأيضا المكاسب التي حققتموها؟ الخسائر في صفوف العدو خسائر كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. خسائر في البشر، في الأفراد المقاتلين، هم لا يعلنون عن أعدادهم، لكن ما نقدره نحن يفوق يعني في الأيام الثلاث أكثر من 50-60 قتيل تقديراتنا. نحن بالنسبة لنا ارتقى 3 شهداء من أفراد الجيش الوطني في هذا اللواء 22، 3 أفراد أسماءهم نفتخر بها، نفاخر بها، لأنهم سبقونا إلى الله في هذا العطاء وهذه التضحية من أجل مدينتهم، من أجل وطنهم، من أجل استعادة الدولة. خسائرهم أيضا في الجانب الإمكانات المادية، ما تركوه من أسلحة ومعدات وإن كانت بسيطة لكنها بالنسبة لنا عامل مساعد إن شاء الله، نظرا لقلة إمكاناتنا التي نملكها في هذه الجبهة.